المزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي نتابعها مع زميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري التي أفادتنا بهذه الرسالة حول المؤتمر. بعد التحية نتابع معكم من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12. هذا المنتدى الذي تم الإعلان خلال المؤتمر إنه سينطلق خلال المدة من 4 حتى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار الكل يبدأ من النطاق المحلي العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. كما أكد الحاضرون في هذا المؤتمر الصحفي من الوزراء وأيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه العمل يستمر على قدم وساق استعدادا لإقامة هذا المنتدى عن طريق التنسيق بين مختلف الهيئات والجهات وأيضا الوزارات المعنية على رأسها وزارة الإسكان ووزارة أيضا التنمية المحلية تنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال زيارة المدير التنفيذي للبرنامج السيدة أنا كلاوديا والتي جاءت في زيارة لمصر وكانت أمس أيضا في جولة لمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات وهو المكان الذي سيشهد انعقاد هذا المنتدى وأيضا في كلمتها اليوم يعني أكدت على الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها مصر لاستقبال وإقامة هذا المنتدى العالمي. أيضا خلال هذا المؤتمر تم التأكيد على أن القيادة السياسية والدولة المصرية تقدم كل الإمكانات المتاحة لإقامة هذا المنتدى العالمي خاصة أنه يعتبر فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الحضرية وأيضا العمرانية وأيضا ما قامت به مصر من حل لمشكلة العشوائيات وتخطيط وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الذكية. أيضا خلال هذا المؤتمر تم الإعلان أنه سيتم إقامة عدد كبير من الفعاليات تحدث عن أكثر من 500 فعالية وأيضا أكثر من 20,000 من الحاضرين من مختلف جهات ومختلف أيضا دول العالم. سيشهد أيضا المؤتمر عدد كبير من الفعاليات والجلسات الحوارية رفيعة المستوى وأيضا الجلسات الحوارية الأخرى للحديث عن عدد كبير من الموضوعات منها التحديات الحضرية العالمية وأيضا تبادل الخبرات نحو التنمية الحضرية المستدامة بهدف تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة. بنشير أيضا أن مصر تعتبر أول دولة أفريقية تستضيف هذا المنتدى منذ الدورة الافتتاحية لهذا المنتدى والتي كانت في دولة كينيا منذ 20 عاما تقريبا ويعني اليوم هي أول دولة أفريقية بعد كل هذه المدة وثاني دولة عربية بعد استضافة أبو ظبي للمنتدى في دورته العاشرة. إذن هو عمل مستمر لإقامة هذا المنتدى حتى يخرج بصورة مشرفة تليق باسم مصر بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في استضافة قمة المناخ. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.